يا مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين. النهارده احنا في مهرجان الفضائيات العربيه، خليكم معانا عشان نشوف فعاليات المهرجان وفنانينا اللي احنا بنستناهم من السنه للسنه. مبروك على الجائزه النهارده. الله يبارك فيكي، انا اتفاجئت. يا ترى الجائزه لما بتيجي من الجمهور بتبقى ليها طعم تاني؟ انت اصلا مش عشان الجمهور، مش عشان القائمين على العمل، يعني انت بتستني الناس دي برضو ترضى عنك وتقول انت ممثله كويسه عشان ترشحك، بس اللي في الاخر بيفرضك في كل حته هو الجمهور. اسعدتونا، نورتونا، ضحكتونا، عيطتونا، والنهارده بنديك ورد الحب، بنقول لكم جمهوركم بيقول لكم انكم النهارده كلكم المبدعين. احنا بنقوم كشركه سترايك ميديا بالرعايه الاعلاميه بتاعه المهرجان لسبونسر وتنظيم الميديا. شايف المهرجان السنه دي مختلف عن كل سنه؟ والله السنه دي يعني من الجانب بتاعنا احنا شايفين الرعاه اقوى، عددهم اكتر، ده لان المهرجان بيقدم كل فتره. هل المهرجان السنه دي مختلف عن كل سنه؟ طبعا السنه دي مختلف عن كل سنه بوجود لجنه نقاد كبيره جدا مكونه من الاستاذ طارق الشناوي، الاستاذ علا الشافعي، الاستاذه خيرية البشلاوي، الاستاذه امال عثمان، وده بالنسبه لي انا بحس ان هو مصداقيه كبيره جدا وثقه كبيره جدا في المهرجان. كل ما كان في حاجه ترضي الناس وتعجبهم هنعملها. كل سنه وانتم طيبين وعقبال الدوره ال50 ودوره ال100 ان شاء الله. تعشمه خير، لاني دايما بشوف ان هم بيعملوا حاجه جميله ولائقه. ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. قوم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك.